السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف ندخل في الدرس الأخير من الوحدة الثانية. عندنا هنا أولا أرنب، rapid. أيضا عندنا حجارة، rock أو صخر، rock. أيضا لدينا rod عصا، rod. أيضا لدينا بساط، rug. أيضا لدينا run ركض، run. red أحمر، red. الآن نقوم بقراءة هذه الكلمات. rapid. rock. rod. rug. run. red. هنا لدينا rock وهنا red وهنا rock عفوا حرف الR rug. والآن نقوم بكتابة حرف الR، طبعا سوى خط، وبعد ذلك هكذا أول خطوة نقوم بعمل الخط ونكمل الصفحة أو نكمل كامل السطر نفس الطريقة. عندنا أيضا هنا نقوم بكتابة حرف الراء، run rapid. أيضا هنا rat rip. هذه هي الأنشطة. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة.